قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن السماوات والأرض لو وضعت في كفة الميزان ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرجح، ولو أن السماوات والأرض كانتا حلقة فوضعت لا إله إلا الله عليها لقصمتها. رواه الإمام أحمد. لا إله إلا الله، 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 لا إله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله